التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم مع ليجان لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى فرنسا بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية، بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين. كما بحث الجانبان أوجه تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو وتزايد مستمر في حجم التبادل التجاري. واستعرض آخر التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وجهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.